وصلت العناصر الوطنية إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الخميس قادمين من تنزانيا على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية، وعرف وصول الخضر ترحيبا واسعا من الجالية الجزائرية بقطر والتي تنتظر بشوق كبير مشاهدة المنتخب الوطني أمام إيران يوم الأحد القادم على الساعة 8 بتوقيت قطر والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر، فيما ستتلفز المباراة عبر قناة الكأس القطرية رقم 1. خليكم مع باقي مشاهد وصول بعثة المنتخب، وانتم ما تنسوا تدعموا الفيديو بالتفاعل إذا عجبكم وإذا حبيتوا بكل تأكيد. جورناليستا، إذا حبيت تلقاني في البلاتفورم واحد أخرين جيست اكتبها بالعربية.